مهمة جدا أفتكر. صحيح، ويمكن يعني خروجه من المنتخب بسبب الإصابة، ولكن طبعا إن شاء الله إصابة خفيفة وإن شاء الله يتأهل في الأيام الجاية ويكون عنصر مهم جدا جدا للنادي الأهلي في المباراة النهائية. منتخبنا طبعا منتخب مصر الأول زي ما احنا عارفين عنده معسكر دلوقتي، معسكر مفتوح طبعا بيستعد لمباراتي توجو الذهاب والإياب اللي يوم 14 ويوم 17 نوفمبر الجاري. طبعا دي الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة طبعا لأمم أفريقيا. عارفين المباراتين الأولى يمكن كان فيها تعادل مع كينيا وجزر القمر، او مع يعني نقطتين في مشوار المنتخب القومي، نقطتين بتخلي مشوار توجو ذهابا وايابا هيكون صعب شويه، لكن كلنا ثقه في الكابتن حسام البدري. النهارده محمد طاهر طبعا اشتكى من بعض شد في العضله الاماميه، وخضع اللاعب طبعا لفحص بمعرفه طبعا طبيب الفريق الدكتور محمد ابو العلا. التشخيص من الاصابه جه ان هو عنده شد في العضله الاماميه، وتقريبا غادر المعسكر زي ما احنا عارفين. النهارده هو ثاني ايام المعسكر، والنهارده كمان انضم السداسي النادي الاهلي، احنا عارفين محمد الشناوي، عمرو السوليه، ايمن اشرف، محمد هاني، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي قفشه. وطبعا ده يعني خلينا نقول ان ممكن علامه استفهام، احتمال وارد جدا الاستعانه مثلا بكهربا، محمود كهربا احنا عارفين بيلعب في نفس المركز بيلعب فيه طاهر، يمكن اصابه طاهر احتمال وارد جدا ان يكون يعني التفكير في دخول محمود كهربا لقائمه المنتخب ان شاء الله باذن الله. نروح بقى للاخبار العالميه ونبدا من الاتحاد الوطني.